مسألة الأمن النهاردة وزير الداخلية شهد تخريج أول دفعة من مساعدي الأمن أو معاوني الأمن. الحقيقة يعني إيه معاوني الأمن؟ ده بالتأكيد مفهوم جديد علينا، هنفهم التفاصيل من العقيد دكتور أحمد الدسوقي مدير إدارة التخطيط والمطابعة بوزارة الداخلية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. عايزين نفهم يا فندم ما هي وظيفة معاوني الأمن؟ طيب هو اسمح لي بس في البداية إن أنا أشير إلى إن معاوني الأمن هي فئة جديدة تم إضافتها لمنظومة الأمن أو لهيئة الشرطة، وده بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 199 لسنة 2014 اللي تضمن إضافة مكون جديد من مكونات هيئة الشرطة وهو معاوني الأمن. في الحقيقة أن وزارة الداخلية في إطار سياستها الهادفة في أحد محاورها إلى التطوير والتحديث والاهتمام بالعنصر البشري وحسن إعداده وتأهيله باعتبار النهوض والارتقاء بالأداء الأمني، كان توجه الوزارة منذ فترة لاستحداث فئة جديدة من رجال الشرطة هم فئة معاوني الأمن. والسيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية شهد بالأمس مراسم الاحتفال بتخريج أول دفعة منه. الدفعة دي حضرتك قوامها 1203 خريج إن شاء الله هيلتحقوا بالخدمة في جهاز الشرطة ليلحقوا بزملائهم في أسمى رسالة وهي رسالة الأمن. الخريجين اللي هم معاوني الأمن حضرتك دول استمروا في الدراسة لمدة 18 شهر قبل التخرج اللي كان بالأمس، تلقوا خلال هذه الفترة العديد من برامج الإعداد والتأهيل، واللي احنا ممكن نجملها في ثلاث مراحل رئيسية. مدة كل مرحلة كانت 6 شهور. المرحلة الأولى حضرتك بتبدأ منذ التحاق الدارسين أو معاوني الأمن بالمعهد، وبتستمر زي ما قلت لمدة 6 شهور، وهي مرحلة التدريب والإعداد الأساسي، ودي بتكون في الفترة الأولى للالتحاق بالمعهد، وبيبقى هدفها تأهيل الملتحقين بالحياة النظامية والانضباطية. يليها فترة أخرى بتستمر لنفس المدة وهي 6 أشهر أيضا، وهي بيتم فيها يعني تلقيهم جرعة من التدريب العام اللي بيتم خلالها تأهيلهم في مختلف تخصصات العمل الأمني الميداني. المرحلة الثالثة والأخيرة من التدريب هي مرحلة التدريب التخصصي والعملي، ودي بتشمل زيارات ميدانية وإجراء بيانات عملية. وطبعا كل هذه المراحل بيبقى هدفها مواجبة رجال الشرطة اللي بيتم الحقهم كمعاوني أمن لكافة التحديات والأحداث اللي بتشهدها الساحة في الفترة الراهنة. في الحقيقة إن هذه الفئة من رجال الشرطة اللي تم التحقهم زي ما شاهدنا كان في عرض شهده السيد وزير الداخلية والسادة القيادات. يعني واضح من طبيعة العرض ده يعني ان هما يتصدوا للعناصر الإجرامية. هو في الحقيقة ان العرض اللي احنا شفناه ده يا فندم ده يعني اكيد زي ما حضرتك شفتي ده بيعكس بصورة واضحة المهارة الفائقة والمستوى التدريب العالي اللي بيتمتع به معاوني الأمن، وبيأكد ان وزارة الداخلية حريصة على الارتقاء بمنظومة التدريب باعتبارها احد المحاور الرئيسية اللي بترتكز عليها فلسفة الوزارة لإعداد كوادرها البشرية لمواجهة اي اعباء امنية. وللإحاطة بالنسبة لمسألة التدريب بس انا بنبه ان السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اثناء الو. طيب دي الفئة الجديدة زي ما حضراتكم شفتوا اللي الداخلية أطلقت عليها اسم معاون معاوني الأمن، يعني هذا هو يعني احنا كان دايما عندنا ضابط أمين شرطة، لكن الآن لدينا مفهوم جديد في الأمن اسمه معاوني الأمن، وتم تخريج